الحكومة تنفي اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي. أوكرانيا تؤكد رصد إنذار روسي على حدودها، وواشنطن تطلب اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأزمة. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي وتؤكد تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي. ونفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلك الشائعة، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشدد الجهاز على أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري. نظمت وزارة الداخلية احتفالية للقادرين باختلاف، وذلك بمناسبة عيد الشرطة 70، حيث تم توزيع هدايا تذكارية عليهم مع الاحتفال بهم بفقرات فنية وترفيهية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحياء هذه المناسبة الوطنية مع كافة فئات المجتمع. احتفالية بعيد الشرطة ذات طابع إنساني، فقد وجهت وزارة الداخلية الدعوة لعدد من القادرين باختلاف لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة 70 بأحد أندية الشرطة. كل سنة والشرطة طيبين وبخير وبصحة وسعادة، وسعيدة جدا جدا أن أنا كنت معاهم وبنحتفل معاهم ومبسوطة جدا جدا. كل سنة والشرطة طيبة وتحيا الجيش المصري والشرطة وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. مصر الأمل، ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. وشهدت الاحتفالية فقرات ترفيهية وغنائية متنوعة أسعدت الحضور الذين شاركوا بمواهبهم الفنية في الاحتفاء برجال الشرطة، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام وتلك الدعوة. أنا مبسوطة جدا إن تم دعوتي الحفلة زي دي، لأنه شرطة مصر يعني اللي بتخلي في أمن وأمان في الدولة وكده، وده عيد الشرطة 70 وإحنا كلنا فخورين طبعا بالشرطة المصرية ووزارة الداخلية وكل المجهودات اللي هم بيعملوها يعني. أنا فرحان عشان الحفلة، أنا عشان تحسيسي وسنة وأنتم طيبين. حفلة حلوة جدا، كل الفقرات حلوة، أنا ما كنتش متخيلة إن آجي نشوف الحفلة دي. الحفلة دي المثالي رئيس السيسي، الحفلة دي حلوة جدا. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. وقد تم توزيع هدايا تذكارية على القادرين باختلاف وأسرهم تم إعدادها خصيصا لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحة والبهجة في نفوسهم. أنا الإنسان، أنا موجود.
شكل الاحتفال بعيد الشرطة مع القادرين باختلاف تأكيداً على معاني الإنسانية والاهتمام الذي توليه الدولة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم للحصول على حقوقهم كاملة. إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احتفالات عيد الشرطة تتواصل مع المواطنين ومع القادرون باختلاف في تأكيد على أن هذا العيد هو عيد كل المصريين، والشرطة المصرية حريصة على الاحتفال بهذا العيد وسط المواطنين في تأكيد وتجسيد على التضحيات التي تتواصل عبر الزمن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف أن هناك حوالي 112 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا. وكشف ريزينكوف خلال جلسة بالبرلمان الأوكراني عن مراقبتهم لوحدات روسية تضم آلاف الجنود إلى جانب المعدات القتالية البحرية والجوية على طول الحدود. كانت الولايات المتحدة قد هددت وحلفاؤها بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا إذا أقبلت على أي تحرك ضد أوكرانيا. Кілька слів про Білорусь. Разом з колегами з МВС, прикордонниками служб, ми спостерігаємо за переходом шести великих. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييف لمواجهة الضغط الروسي. أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا في العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية. كما أكد بايدن استعداد واشنطن وحلفائها للرد وبحزم على أي تصعيد حول أوكرانيا. شد وجذب وتخوفات من غزو روسي محتمل نجح في إشعال الوضع أكثر في المنطقة الملتهبة من شرق أوكرانيا، وهو ما أدى لأن يكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني أنه سيرد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا، إلا أن حديث بايدن ينافي قرار واشنطن الأخير حول إعادة عائلات موظفيها الدبلوماسيين، كما انتقده الأوكرانيون معتبرين إياه غير متناسب مع تصريحات واشنطن النارية. وانتقد مسؤولون أوروبيون آخرون ما اعتبروه تهويلا للوضع من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى تسببه في تأزم العلاقة بين كييف وواشنطن. الرئاسة الأمريكية أشارت إلى أن بايدن يدرس تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا إضافة إلى معدات عسكرية تسلمتها كييف. كما أعلنت واشنطن استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية شديدة في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا بشدة. ففي مؤتمر لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الصحفيين، قال لافروف إن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا، وإن المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد، ولن تسمح روسيا لأحد بتجاهل مصالحها. من جهته أعرب بايدن عن دعمه المحادثات التي تجري في إطار صيغة النورماندي بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسا وألمانيا، وهو في ذلك يقود محاولات لبناء جبهة غربية موحدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي لن تنسى موسكو سعيها الدؤوب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لغضب الكريملين على أوكرانيا. من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عن مواصلة حشد روسيا المزيد من التعزيزات العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال كيربي إن البنتاغون لاحظ خلال 24 ساعة الماضية تراكما أكبر للقوات الروسية ولا سيما في الجزء الغربي للبلاد. وردا على سؤال حول قرب اجتياح روسيا لأوكرانيا، استبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بعد بشأن اجتياح أوكرانيا. يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنه لا نية لها لشأن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، وأن الغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا. I know that you guys have been able to talk to some folks about it, so
من جانب آخر، بحثت الولايات المتحدة والناتو ومنظمة الأمم والتعاون في الأمن والتعاون في أوروبا وبولندا ردود واشنطن وحلف شمال الأطلسي المكتوبة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية، وأكدوا التزامهم المستمر بالدبلوماسية. جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جوانا ومسؤولين أوروبيين آخرين. وأكد المسؤولون بحسب البيان أهمية استمرار التنسيق الوثيق والوحدة في مواجهة التعزيز العسكري الروسي غير المبرر على حدود أوكرانيا. هذا وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن الولايات المتحدة طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا علنيا الاثنين لمناقشة السلوك الذي ينطوي على تهديد الذي تتبعه روسيا ضد أوكرانيا. وفي بيان قالت توماس أن روسيا ضالعة في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار وتستهدف أوكرانيا وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وميثاق الأمم المتحدة. قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو إن في إفادة له نشرت على صفحته على فيسبوك اليوم إن الولايات المتحدة بحثت مع بلاده إمكانية نشر قوات أمريكية وبشكل مؤقت على أراضيها، وأضاف أن وزارة الدفاع المجرية تبحث هذا الأمر. وفي السياق ذاته، حثت بريطانيا الشركات الكبرى اليوم على تعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة. يأتي ذلك في وقت تتنامى فيه مخاوف الغرب من أن يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لقوته بضم جزء آخر من أوكرانيا. وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتين مرارا من شن هجوم على أوكرانيا بعدما نشرت موسكو نحو 100,000 جندي قرب الحدود مع جارتها السوفيتية السابقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية إن الغرب قد تجاهل مطالب موسكو الأمنية من أجل خفض التوتر بين الجانبين بشأن مسألتي أوكرانيا والحلف الأطلسي. جاء في تقرير الكرملين حول مضمون المكالمة بين الرئيسين أن أجوبة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لم تأخذ بالاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية، وتحشد موسكو أكثر من 100,000 عسكري على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، وذلك بحسب تقديرات الغرب الذين يخشون هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا. أدانت مصر القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف فجر اليوم مطار بغداد الدولي وأسفر عن بعض الخسائر المادية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق ومقدرة شعبه الشقيق، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية. كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. قال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ يمثل محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق، وأضاف الكاظمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة تأتي امتدادا لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية. وخلال بيانه دعا الكاظمي كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ، مؤكدا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعتبرونه غطاء سياسيا لهم. ودعا الكاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق بما يشكل إسهاما في ردع الإرهاب عن تحقيق غايته.
أعلن الجيش العراقي التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي قد انطلقت من منطقة أبو غريب قرب أحد المنازل، حيث تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه المطار، مبينا أن الصواريخ سقطت في أحد المدارج وأصابت طائرتين. وأضاف أن القوات الأمنية طوقت المكان وعثرت على 3 صواريخ كانت معدة للإطلاق، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقوم بملاحقة منفذي هذه العمليات الإرهابية من أجل تسليمهم إلى القضاء. من جهتها، أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استمرار رحلات المسافرين المباشرة، وذلك عقب القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي. أوضحت الشركة في بيان لها أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي أدى إلى تضرر 1 طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة والجاثمة في محيط المطار. أدانت البعثة الأممية في العراق يونامي الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مطار بغداد الدولي، وأبدت البعثة قلقها من الهجمات الصاروخية على مطار بغداد، مؤكدة أنه لا يجب أن تفلت الجماعات التي تقف وراء الهجمات من العقاب. وأكد بيان البعثة الأممية أن الجماعات التي تقف خلف الهجمات تتصرف بتهور وتعرض البلاد لعواقب. أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 6 إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي كحصيلة للعمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع. ذكرت الخلية أن حصيلة الممارسات الأمنية خلال الأسبوع الماضي شملت مقتل 6 إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي، وأضافت أن القوات العراقية قد تمكنت خلال العمليات الأمنية من تنفيذ أوامر قبض بحق 42 إرهابيا مطلوب تقديمهم للقضاء العراقي. وإلى الشأن اللبناني، حيث قرر مجلس الوزراء اللبناني استكمال نظر الموازنة في جلسة تعقد صباح غد السبت. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة نجيب ميقاتي لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي لليوم 4 على التوالي. وكان مجلس الوزراء قد ناقش على مدار الأيام الماضية بنود الموازنة، فيما بدأ اليوم مناقشة المواد التي تم تأجيل النظر فيها. وما زلنا بلبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية. جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان، وتم التطرق خلال اللقاء إلى المواضيع الراهنة. فأطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مفتي الجمهورية على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب. من جهته ثمن مفتي الجمهورية اللبنانية الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدت تراس أن مثل هذه الاعتداءات تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وقد تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما المشتركة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد التحالف العربي أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية بشأن هذه القضية. وأشار المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إلى أن ما نشرته قوة الحوثي محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف. وصرح المالكي بأن الموقع المستهدف معسكر الأمن الخاص بصعدة هو هدف عسكري مشروع بطبيعته لاستخدامه العسكري من قبل قوات الحوثي الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعملية العدائية وانطلاق الهجمة العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. أعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية اليوم في باريس أنه من الممكن التوصل إلى حل وسط بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول النامية، وذلك بشأن رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا. وقالت خلال مؤتمر صحفي أنهم يعتقدون أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة وتسوية معقولة تسمح للدول النامية بالحصول على عمليات نقل للتكنولوجيا والملكية الفكرية مع تشجيع الابتكار والبحث. وذكرت بأن مجموعتين من الدول تختلفان بشأن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات. من جهة مجموعة مؤلفة بشكل أساسي من دول نامية يصل عددها إلى نحو 100، وتعتقد أن رفع حقوق الملكية الفكرية أساسية لتشجيع ودعم قدرات الإنتاج لديها. قالت هيئة الصحة السويدية أنها لم توصي بلقاح فيروس كورونا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و11 عاما. أوصت السويد التي اختارت مرة أخرى سياسة فيروس كورونا مختلفة عن معظم دول أوروبا بإعطاء لقاح كورونا فقط للأطفال المعرضين للخطر. وقالت بريتا بيورنغلوند من وكالة الصحة العامة إن اللقاحات آمنة وهناك لقاحات جيدة للغاية، لكننا نركز الآن على الفوائد الطبية للقاح كل طفل ولا نرى أن الفوائد كبيرة بما يكفي لكي نوصي بها لجميع الأطفال. وقالت السلطات إنه يمكن إعادة تقييم هذا القرار إذا تغير الوضع الصحي. جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفضه للاستقالة من منصبه إثر فضيحة إقامته سلسلة من الحفلات وذلك في مكتبه بداونينغ ستريت تخالف تدابير الإغلاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا. جاء تجديد رفض بوريس جونسون للاستقالة ردا على سؤال كان وجهه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الذي اتهم جونسون بتغيير روايته عن التجمعات وسأله عما إذا كان سيتنحى، ليرد جونسون قائلا لا. للمزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. حالة من الترقب تسيطر على الطبقة السياسية البريطانية بانتظار تقرير بشأن ما تردد عن حفلات أقيمت في داونينغ ستريت خلال فترات الحجر الصحي لمكافحة تفشي كورونا، والتي ربما تضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف صعب. تحقيق داخلي تجريه المسؤولة في الخدمة المدنية سو غري بشأن هذه الحفلات التي أقيمت في حديقة داونينغ ستريت بمناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد أشخاص في وقت كان على البريطانيين التخفيف بشكل كبير من لقاءاتهم بعضهم ببعض. المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن جونسون لم يتلقى التقرير بعد من جهة التحقيق، فيما أكد جونسون على هامش زيارة له إلى ويلز أنه لا يسعى على الإطلاق لإيجاد مخرج، لا سيما في ظل تحرك الشرطة التي أعلنت أنها تحقق في مناسبات عديدة لتحديد ما إذا كانت قد تخللتها انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بمكافحة كورونا. وقد يكون مضمون التقرير حاسما للمستقبل السياسي لزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون البالغ من العمر 57 عاما والذي دعته المعارضة للاستقالة، وهو ما سارع إلى رفضه، مؤكدا أنه يركز جهوده على الانتعاش الاقتصادي والأزمة في أوكرانيا.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وائل صفوت، مستشار الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة. دكتور وائل، بعد تحية، بدأ العالم الآن وكما نتابع جميعا يتعامل مع فيروس كورونا كمرض موسمي يستوجب التطعيم، كأنه يعني نزلة برد، ربما تكون نزلة برد عادية إلى حد ما. ما سبب هذا التوجه الذي نجده الآن في معظم دول العالم؟ دكتور وائل. ألو. دكتور وائل، مرة أخرى برحب بحضرتك. أتحدث عن تعامل العالم حاليا مع فيروس كورونا كأنه مرض موسمي بيستوجب التطعيم كأي نزلة برد عادية، يعني سبب هذا التوجه الذي ينتشر الآن في معظم دول العالم في رأيك؟ طبعا هو احنا دلوقتي كورونا دخل عامه الثالث، وبقى اصبح او تحول من وباء الى مرض متوطن، بمعنى زي ما حضرتك كده بتقولي زي الانفلونزا، بقى متوطن في اغلب الشعوب. طبعا اوميكرون، وكما توقعت منظمه الصحه العالميه بعد اسبوع او اثنين من انتشاره في العالم، ان هو هيبقى بينتشر بشكل كبير فيصيب عدد كبير من الناس، وطبعا هيبقى اشبه بتطعيم، او هيبقى الاصابه تبقى تخلي فيه اجسام مضاده عند بعض الناس، وطبعا سيؤدي ببعض كبار السن بالتحديد الى مشاكل قد تاتي الى الوفاه. وبالتاكيد طبعا حاليا العالم كله بيشهد الموجه الخامسه، ويمكن مصر طبعا داخله في هذه الموجه، وهتفضل في هذه الذروه وفي هذا التزايد لفتره. يعني عدة شركات أعلنت أيضا دكتور وائل عن بدء تجاربها السريرية على لقاحات مضادة للمتحور أوميكرون، برأيك هل من الممكن أن تسهم هذه اللقاحات في القضاء على كورونا ومتحوراته المختلفة؟ لا طبعا، حتة أن في لقاحات خاصة بأوميكرون بالتحديد، يعني دي كلها معلومات أو أخبار فقط تتداول، إنما ليس لها مدلول علمي. يعني هو طبعا اللقاحات هي نفسها حتى مع التحور اللي في اوميكرون اللي هو 33 الى حوالي 50 بروتين موجود في بروتينات الفيروس نفسه، لا توجد حاجه لتغيير اللقاح او لاعطاء لقاح من نوع مختلف، هي نفس اللقاحات بيتم اعطائها. واخذ اللقاح طبعا هيبقى الاصابه بتاعته متوقع انها تبقى اقل، من لم ياخذ سيصاب طبعا أوميكرون، وقد تأتي يعني بشكل خفيف، وده في الأغلب، إنما طبعا في كبار السن بالتحديد بتبقى فيه مشاكل كبيرة، حتى مع أن الفيروس نفسه ضعيف ويسكن، أو يعني التحور خلاه يبقى في الجزء التنفسي العلوي أكثر من السفلي، إنما ده في كبار السن ليس حقيقة، وبيأثر بنفس الطريقة لدلتا ودلتا بلس والمتحورات الأخرى اللي موجودة. وطبعا المتحورات كلها موجودة في كل العالم، يعني يمكن الأكثر انتشارا هو أوميكرون، بس كل المتحورات موجودة يعني. نعم. إلى أي مدى من وجهة نظرك دكتور وائل الجرعة الثالثة المعززة بتعتبر ذات أهمية كبيرة، سواء بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من أجل الوقاية من يعني المضاعفات الخاصة بهذا الفيروس، فيروس كورونا؟ طبعا هو اي حد بيصاب او بياخد اللقاح الجرعه الاولى او الثانيه، في بعض اللقاحات اللي هي بتحتاج جرعتين، او اللقاح الجرعه الاولى في اللقاح الخاص بجونسون، لا يعني انه يعني في امان تام، او ان هو هياخد مناعه مدى الحياه، هي هتبقى مناعه مؤقته، سواء كانت اصابه بالفيروس وشفي منها او باللقاح. ففي الاول لازم كل الشعوب تصل الى 70 او 80% من اللقاحات في اي مكان، لان دي المعدل الامن تطعيم، بنتكلم على 7 مليار نسمه في العالم يعني، وطبعا 70% من اي شعب. ثم يتم يعني توجيه بقى اللقاحات مره اخرى لكبار السن والاطقم الطبيه بالجرعه الثالثه زي ما حضرتك اشرت يعني. أشكرك جزيل الشكر دكتور وائل صفوت، مستشار الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الأمم المتحدة تحذر من معاناة سكان إقليم تيغراي الإثيوبي من نقص حاد في الغذاء.
أظهر تقييم للوضع الغذائي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة أن 13% من أطفال تيغراي ممن هم دون الخمس سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء. وأضاف التقييم الأممي أن نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء في الإقليم الغارق في نزاع منذ قرابة 15 شهرا، حسب ما أعلن الجمعة برنامج الغذاء العالمي. من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكام حالة الطوارئ المفروضة. وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس النواب الإثيوبي على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها. نشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية صورا لما قالت أنها أحدث تجارب صاروخية أجرتها هذا الأسبوع ورصدها جيرانها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجارب التي أجريت يومي الثلاثاء والخميس كانت على نظام صواريخ كروز بعيدة المدى وصاروخ موجه تكتيكي أرض أرض، وكانت وجوه بعض المسؤولين حول كيم غير واضحة في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية على موقعها على الإنترنت، حيث أعربت السلطات الكورية الشمالية عن قلقها من استخدام هويات المسؤولين المرتبطين ببرامج أسلحتها في عقوبات ضد بيونغ يانغ. وضعوا أصابعهم في آذانهم رافضين الاستماع للتنديد الدولي، معلنين استكمال تجاربهم الصاروخية. فطبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بكوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ أجرت تجارب على صاروخ كروز طويل المدى ورأس حربي تقليدي لصاروخ تكتيكي موجه أرض أرض في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونغ أون مصنع ذخيرة ينتج منظومة أسلحة رئيسية. الزعيم الكوري الذي لم يحضر الاختبارات أشاد خلال زيارة لمصنع الذخيرة بالتقدم السريع في إنتاج أسلحة كبيرة لتنفيذ قرارات حزب العمال الحاكم التي اتخذت في اجتماع الشهر الماضي، كما أكد أن المصنع يحتل موقعا مهما للغاية ويطلع بمسؤولية في تحديث القوات المسلحة للبلاد وتحقيق استراتيجية تطوير الدفاع الوطني. كيم الذي دعا إلى تعزيز الدفاعات الوطنية لمواجهة الوضع الدولي غير المستقر أكد أن بلاده ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وتدرس استئناف جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا، في تلميح إلى رفع تعليق أعلنته ذاتيا عن تجارب القنابل النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات. زادت حدة التوتر بسبب التجارب الصاروخية الست التي أجرتها كوريا الشمالية خلال الشهر الجاري، والتي تعتبر من بين أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد، ما أثار استنكارا دوليا ودفع الولايات المتحدة للسعي من أجل فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. وصل وفد من الأمم المتحدة إلى ليما وانضم إلى السلطات في بيرو لدعمها لتقييم الأثر البيئي لتسرب النفط. هذا وقد توصلت التحقيقات الأولية إلى أن ناقلة ريبسول قد أسقطت في البداية شحنة تبلغ 6000 برميل من النفط الخام، مع تسرب آخر لثمانية براميل في الأيام التالية. كانت محكمة في بيرو قد قضت بعدم السماح لممثلي شركة ريبسول بمغادرة البلاد أثناء سير التحقيقات. قال مفوض الكوارث ملاوي إن هناك حاجة ماسة إلى الطعام والمأوى في أعقاب الدمار الذي سببته العاصفة الاستوائية أنا،
وأكدت السلطات أن العاصفة تسببت فيما لا يقل عن 86 حالة وفاة على الأقل، بينما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح خطيرة في 15 منطقة بعد أكثر من أسبوع من الأمطار الغزيرة. ووفقا لإدارة شؤون إدارة الكوارث، فقد تأثر أكثر من 200 ألف شخص من 48 ألف أسرة، ونزح العديد منهم، كما وصل نهر تشاير في ملاوي الذي يتدفق من بحيرة ملاوي عبر موزمبيق إلى نهر زامبيزي إلى مستوى التأهب، مما يسبب فيضانات في المناطق المنخفضة. شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين على المعرض. وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، حيث تستعرض أنشطة التربية الأسرية الإيجابية وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلى التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع على رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية. تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 في ثاني أيام المعرض لاستقبال الجمهور. وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. يعني أهلا بك كريم في البداية، ولو يعني أنت أقرب إلى الصورة، لو تضعنا في صورة ثاني يوم لاستقبال الجمهور بمعرض القاهرة الدولية. نعم، مرحبا بك آية ومرحبا بجميع المشاهدين. بالفعل يعني ربما اليوم الثاني إقبال كثيف وكبير جدا من الجماهير والمواطنين على معرض الكتاب في نسخته 53. ربما أيضا شهدنا في جميع الأجنحة، سواء الخاصة بالناشرين المصريين أو حتى الناشرين العرب أو الناشرين الأجانب، إقبال كبير جدا في حقيقة الأمر، حتى أنه لم يكن متوقع. ولكن هذا الإقبال ليس فقط على أرض الواقع هنا في المعرض، ولكن أيضا حسب وزارة الثقافة هناك إقبال كبير جدا على المنصة الرقمية والإلكترونية، حيث وصل عدد الزائرين في المنصة الرقمية إلى 44 مليون زائر بالفعل. وكان هناك يعني أيضا حجز للتذاكر عبر المنصة الرقمية، وصل عددها إلى 40 ألف تذكرة عبر المنصة الإلكترونية. أيضا حضور على أرض الواقع حضر في اليوم الأول ما يقرب أو أكثر من 91 ألفا من الجماهير حضروا هنا ليزوروا معرض الكتاب في نسخته 53. إذا رصدنا أيضا المختلف في هذه النسخة، ربما هو العرض الخاص بوسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام الهولوجرام في مثلا جناح الرقابة الإدارية للإله ماعت من الحضارة المصرية القديمة، الذي يعرض يعني قصة حياة كفاح الفساد في الحضارة المصرية القديمة منذ المصر القديم وحتى اليوم عن طريق خاصية الهولوجرام. أيضا هناك قسم خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هناك نموذج مصغر لمدينة الفنون والثقافة التي تم إنشاؤها بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني قاربت على الانتهاء بالفعل. عرض للصور هناك، صور من أرض الواقع، وأيضا عرض لما سيتم افتتاحه بعد ذلك، الأوبرا الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أيضا شيء خاص جدا سيتم افتتاحه في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أوبرات الخاص بكفاح طيبة، وهو منقول عن الكاتب الراحل الكبير الأديب نجيب محفوظ، ومجسم خاص شبيه جدا وطبق الأصل للأديب نجيب محفوظ، التقطوا معه الجماهير الصور التذكارية بالفعل. لذلك العديد أيضا من الأجنحة الخاصة بالجهات الرسمية من الوزارات، من وزارة الشباب والرياضة، وزارة جناح الخاص بوزارة الثقافة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وأيضا بالطبع ضيف الشرف في هذا المعرض وهي بالطبع اليونان، وقسم خاص بالكتب اليونانية وترجمتها للعربية والإنجليزية لمحبي هذه الثقافة اليونانية. بشكل عام إقبال كثيف وكبير مع تنبيهات دائمة بمكبرات الصوت هنا في معرض الكتاب في أرض المعارض، بتنبيهات بارتداء الكمامات ومحافظة على
على قدر الإمكان للتباعد الاجتماعي للحفاظ بالطبع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. شكرا لك كريم بيبرس على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أرض المعارض، شكرا جزيلا لك. نظم مركز أبو ظبي للغة العربية والتابع لدائرة الثقافة والسياحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توصيات النسخة الثانية من الخلوة الثقافية للغة العربية التي نظمها المركز في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك بالتزامن مع مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. بالتزامن مع مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظم مركز أبو ظبي للغة العربية والتابع لدائرة الثقافة والسياحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توصيات النسخة الثانية من الخلوة الثقافية للغة العربية والتي نظمها المركز في معرض إكسبو دبي 2020. هذه الخلوة بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة تتلمس هذه الفرص وهذه التحديات، وقلنا يعني وتم الاقتراح من قبل نخبة من الباحثين ومن اللغويين بأن نقيم مثل هذه الخلوة وهذه ورش العمل في عواصم عربية مختلفة وفي عواصم عالمية أيضا، حتى نرى واقع اللغة العربية وحالة اللغة العربية في العوالم غير العربية. خلال المؤتمر أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية عن مجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة الاهتمام بالقضايا اللغوية ووضع دراسات لأساليب تدريس اللغة العربية، إلى جانب التأكيد على أهمية إنجاز مشروعات بحثية عن اللغة العربية وإعداد المعلم. كما تضمن المؤتمر إعلان طه حسين الشخصية المحورية لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب. مركز أبو ظبي للغة العربية ينظم حقيقة هذه الخلوة في جمهورية مصر العربية. الخلوة الأولى كانت في دولة الإمارات، هدف الخلوة كان حقيقة هو تبادل الآراء، الخروج بتوصيات لدعم حقيقة مشاريع تطوير، لا أقول تطوير اللغة العربية، ولكن النهضة وتطوير التعامل مع اللغة العربية، كيف تكون اللغة العربية محببة للجيل الجديد، كيف ينقلها كرسالة إلى ثقافات واللغات الأخرى. عدد من الفعاليات الثقافية ينظمها مركز أبو ظبي للغة العربية والتي تأتي انطلاقا من رؤية المركز للمساهمة في تحقيق ريادة اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تعزيز حضورها في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر، وقالت عبد الدايم إن مشروع أهل مصر هو أحد الأدوات التي اعتمدتها الثقافة المصرية لنشر التنوير واكتشاف المواهب، إلى جانب تعريف الناشئة بتاريخهم المشرق وتثقيف ودعم روح الانتماء بينهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف. ويقام الأسبوع الثقافي بمدينة شرم الشيخ لأطفال قرى أسوان المتضررة من السيول، إلى جانب أطفال المحافظة الحدودية. شهدت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس غير المستقر وهطولا للأمطار الغزيرة على كافة مناطق وأحياء الإسكندرية المختلفة، وارتفاع موج البحر إلى نحو 5 أمتار وتخطيها إلى سور كورنيش البحر. ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالتواجد الميداني على مدار اليوم والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة أثار الطقس ورفع درجة الاستعداد. هذا وقد قامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات بالأحياء في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطورة داهمة على المارة، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة بالأمس. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر توجيه قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لرأس غارب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستمرت القافلة على مدار يومين، حيث قام بالكشف الطبي على 226 مواطنا بالزعفرانة وعرب عايش، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن بمحافظة البحر الأحمر. We'll be right back.
والآن مشاهدينا موعد جولتنا الاقتصادية مع زميل ياسر عبد الستار. شكرا لك ريهام، شكرا لك آية، وأهلا بحضراتكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية. نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي منتدى العمل المصري الكيني، ويأتي ذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجلس، والتي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التي تلبي احتياجات السوق الكيني وأسواق الدول المجاورة. وقال رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبي المستشار التجاري عمرو البكري إن فعاليات الاجتماعات الثنائية شهدت حضورا مكثفا لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومديري التوريد، وشهد الحدث إقبالا على المنتجات الغذائية المصرية باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكينية نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية، فضلا عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا. وفي أسواق المعادن، النفيسة يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر الماضي، إذ انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1785.10 دولار للأوقية. وعلى الصعيد المحلي انخفضت أسعار الذهب، حيث سجل عيار 18.675 جنيه، أما عيار 21 فسجل 788 جنيه، أما عيار 24 فسجل 900 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 6304 جنيهات. تابعت وزارة الإسكان الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة. وفي بيانها أوضحت الوزارة أنه جاري تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور 28، بينما جاري تنفيذ أعمال التشطيبات ل 15 برجا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع أبراج داون تاون على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قدمنا لحضراتكم هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية، والآن عودة مرة أخرى إلى ريهام الديب وآية كفور. شكرا لك ياسر. ونختتم نشرة السادسة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الحكومة تنفي اعتزام الدولة الاستغناء عن 1000 موظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي. أوكرانيا تؤكد رصد إنزال روسي على حدودها، وواشنطن تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن الأزمة. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد الدولي، وتؤكد تضامنها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من السادسة. حياة لكم وإلى اللقاء.